لسه أصحاب نجيب بيجيبوا الفلوس اللي قدروا يتصرفوا فيها علشان القضية اللي الخواجة صاحب المسرح رفعها على نجيب، وبتيجي بديعة جايبة لنجيب 5000 جنيه اللي جابتهم من أحمد مكرم باشا، وبيسألها منين الفلوس دي، بتقول له الفلوس دي طلعت لي من ورث والدي، فبيقول لها شكرا مش عايز حاجة، بتقول له ما تكسفنيش، انت كنت فاكر ان كان عيني من عزيز بس ده مش حقيقي، وانا مش طمعانة غير اني اكون جنبك، بيقول لها انت على راسي من فوق، فبتقول له خد الفلوس بس ده سر بيني وبينه، فهو بيروح قايل لهم يا جماعة بديعة جابت الفلوس كلها. على القهوة قاعد نجيب وعزيز عيد، ونجيب بيسأل عزيز انت بتحب بديعة؟ فعزيز بيحاول يعمل نفسه مش فاكرها، ونجيب بيقول له لو بتحبها قول، فعزيز بيقول له لا، وبيسأله وبيقول له اخبار بنات رشدي معاك ايه؟ فاطمة رشدي وانصاف رشدي، انا بفكر اتجوز فاطمة رشدي، ونجيب بيقول له بالهنا والشفا كده ضمنت تبات من غير عشق، وبيسأله عن سيد درويش اتأخر ليه؟ كان موعدني انه هيلين دماغ الخواجة النصاب، وبيجي لهم واحد شوفير بيسأل عن نجيب وبيقول له الست هانم مستنية حضرتك بره. طبعا بيخرج نجيب للست هانم اللي جات له بره، وبنشوفه قاعد معاها في عربيتها وبتقول له انا فيكتورين، وكفاية انك تعرف بس اسمي دلوقتي، انا واحدة من عشاقك وسمعت انك في كرب، واللي زي حضرتك ما ينفعش يكون متضايق، انت لازم تكون اسعد الناس، وبتديله صندوق فيه مجوهرات باكتر من 5000 جنيه، بتقول له فك بيهم ازمتك، وهو بيبص لها ومستغرب وبينزل من العربية مش مصدق نفسه، وبيسأل نفسه مين دي، وبيدخل القهوة بيقول لهم الحقني يا عزيز، اضربني على دماغي يا عزيز، اقرصني يا ستيفان، وبيقوموا كلهم مستغربين بيقولوا ايه الصندوق ده، بيقول لهم مش عارف، ملاك نزلت من السما عليا ادتني صندوق المجوهرات ده وجريت، معقولة السما بتمطر مجوهرات يا شيخ سيد؟ وبيستغربوا كلهم وبيضحكوا عليه، وبيقول لهم من النهاردة مفيش كشكش بيه، فيه بحبح بيه، وهم مش مصدقين ازاي واحدة ست تديله صندوق مجوهرات وتجري، فبيقول لهم ده اللي حصل، وبيجي صاحبهم الدكتور هو وعبد القدوس يبشروه انه اخذ براءة من كل تهم ديمو كينكس. واستفان بيسأل طب الفلوس دي كلها هنعمل بيها ايه يا اكسلانس؟ وبيهرجوا وعاوزين يوزعوهم على بعض، وبتيجي بديعة بتسأله عن البراءة وبيديها فلوسها اللي جابتهم، وبيقول لاستفان خد المجوهرات بيعها، وان تمن المجوهرات والفلوس اللي جمعتوها نعمل بيهم ايه؟ نعمل روايتين تلاتة، وبيقول لسيد درويش خد الفلوس وكون الجوء اللي بتحلم بيها. فسيد بيقول له نفسي اعمل اوبريت شهرزاد، ونجيب بيقول لهم وانا هعمل ريا وسكينه والليالي الملاح، وعايز معايا حياه صبري وحسين رياض ونظله مزراح، وبيرفع صندوق المجوهرات وبيقول الى شهرزاد. الانجليز غضبانين من روايه سيد درويش، وبيتكلموا عن ان سيد عامل مشاكل كتير هو وريحاني، والحكم دار بيقول ان عينه على ريحاني، وبيأمر الضابط انه عاوز يعرف كل حاجة عن سيد درويش، اماكن بيتردد عليها، ستات، حريم اللي بيعرفهم، مزاجه ايه، كل حاجة كل حاجة. بنشوف سيد المحامي اللي كانت بديعة عايشة في عوامته بيمضي على عقد بيع العوامة لوكيل المشتري، والوكيل بيدوله فلوس البيع وبيسأله انت وكيل عن المشتري، مين بقى اللي دفع الالافات المؤلفه دي؟ وبتظهر بديعه وبتقول له انا، مش قلت لك يا سيد هيجي يوم والعوامه دي كلها تبقى بتاعتي؟ ملك بديعه، وبتقول له اخرج بره بدل ما اجيب حد يرميك بره، وبيخرج. استيفان خد صندوق المجوهرات ورايح لمحل الجواهرجي علشان يبيع المجوهرات اللي جوه الصندوق، وبيروح للخواجه حنون وبيقول له شوف المجوهرات دي واديني تمنهم، وبيمسك بروش وبيسأله الصيغة دي جبتها منين؟ معاك صك ملكيتها؟ فاستيفان بيقول له لأ، فبيرد تبقى انت سارقها، لولا انا عارفك كنت رفعت سماعة التليفون وطلبت البوليس، وبيقول له الصيغة دي كوم والبروش ده كوم تاني، مفيش منه في مصر غير 2، انا عارف مع مين وصك ملكيتهم مع مين،
فستيفان بيقول له خلاص هات الحاجة هرجعهم لصاحبهم مش هبيع. الخواجة بيقول له لا، هو دخول الحمام زي خروجه، وبيخلي عمال المحل يمسكوه ويتحفظوا عليه. وبيروح يطلب مراته فيكتورين على التليفون وبيسألها عن البروش اللي كان جايبه لها هدية، وبيطلب منها تجيبه له المحل وتيجي بسرعة. وبتيجي فيكتورين وبتقول له ايه يا حنون عامل غاغا ليه، وبيسألها عن البروش، فاكرة البروش ده وصل لمستر ستيفان ازاي، بتخنيني معاه؟ فستيفان بيقول له انت بتقول ايه، انا اول مرة اشوفها. وبيقول لها ازاي، انا عاملهولك بايدي ومفيش منه في مصر غير اتنين، ازاي وصل لايد ارتيست ده؟ وبتطلع من شنطتها بروش نفس الشكل، والخواجة بيبص فيه وبيعتذر، وبتقول له اعتذر لمسيو ستيفان. فبيقول له هات راسك ابوسها. ففيكتورين بتقول له لا، انت لازم تعوضه باعلى سعر للمجوهرات، وبيقول له هديك اعلى سعر في السوق. وبيدخل يجيب الفلوس، وستيفان بيشكر فيكتورين وبيقول لها بس انا عاوز اعرف انت مين. بتقول له بعدين، اصل البروش اللي انت بعته للخواجة هو الاصلي، واللي معايا هو اللي تقليه. وبيجي الخواجة يدي الفلوس لستيفان. بيرجع ستيفان بالفلوس وبيقول لنجيب كنت هروح في 60 داهية بسببك انت والست فيكتورين. وبيستغرب نجيب انها طلعت مرات الخواجة حنون اشهر جواهرجي في مصر. وبيقول له بس دي حلوة قوي يا نجيب، تقع في غرامك وتديك 5000 جنيه. فنجيب بيقول له عايز اركز في الشغل، شوف لي بديعة فيه. فستيفان بيستغرب وبيضحك. الحكمدار في مكتبه بيقول للضابط ان سيد درويش رجع صوته يتردد تاني بالمصريين، وبيقول له دي غناوي عادية يا سيادة الحكمدار. فبيرد عليه بيقول له غناوي دي بتقوي روح مصريين خليل افندي، دي تعمل غضب ومقاومة ضد انجليز في مصر. صوت درويش لازم يسكت تاني خليل افندي. معلومات بتقول انه بيسهر مع ريحاني يألفوا اغاني لاستقبال سعد زغلول، شغل ده لازم يبطل. وفين التقارير عن تحركات ريحاني وسيد درويش؟ على باب مسرح الايجيبسيانا الجمهور واقف يحجز تذاكر، ومن ضمنهم احمد مكرم باشا اللي بيروح يخبط على اوضة بديعة، وبتفتكروا نجيب اللي بيخبط، فبيقول لها انا مش نجيب، انا احمد مكرم باشا يا بديعة، بتهربي مني ليه؟ فهي بتحاول تهديل انها مشغولة بالمسرحية الجديدة، وبيقول لها الافتتاح خلص واسمك بقى زي الطب، يلا بينا. فهي بتقول له لا، النهاردة صعب، لكن اوعدك بكرة من النجمة هجيلك ونقضي طول اليوم مع بعض. ويوسف بره بينادي عليها بيقول لها نجيب مستنيكي علشان تروح المطعم سوا. وبتسيب احمد باشا وبتخرج من اوضتها، وهو بيقف يتحسر. نجيب بيسأل عفيفي عن بديع خيري، فبيقول له انه امه توفت، وبيقول له ده حتى الشيخ سيد كان منتظرك ومستني يشوفها تعزوا في انهي كنيسة. فنجيب بيقول له ليه؟ فبيقول له امال هتعزوا فين، مش في الكنيسة برضو ولا ايه؟ بيقول له ايه علاقة بديع خيري بالكنيسة، انا برضو كنت فاهم زيك كده انه هو قبطي، لحد ما سهرنا مع بعض يوم خميس صحينا على الاذان، قال لي انا نازل اصلي الجمعة، فانا رحت معاه، هو دخل صلى وانا سمعت الخطبة كلها. الحكمدار ماسك واحد من اللي شغالين عند جليلة وبيسألوا عن سيد درويش بيروح عند جليلة امتى، فبيقول له ملوش مواعيد. والحكمدار بيقول له ان سيد طبعا بيشرب كوكايين وافيون، فبيقول له كان وانا سمعت انه بطل. والحكمدار بيقول له احنا عاوزين نخلص منه يا سنجة، تقدر؟ سيد درويش سهران مع جليلة وبيغني مصرنا وطننا، وجليلة بتقول له حلو قوي اللحن ده، هو ده بقى اللي هتقوله في استقبال سعد زغلول؟ فبيقول لها هنطلع كلنا نستقبله في المينا، لازم الانجليز يعرفوا انه راجع رغم انفهم وبإرادة المصريين. وبتقول له اخبار وداد ايه بتاعت بحري؟ بيقول لها احنا مش هنتعشى ولا ايه؟ صبي جليلة اللي هو سنجة بيحط مخدرات في الاكل اللي هياكل منه سيد درويش، فزميله بيقول له بتحط افيون على كوكايين؟ طب افرض المعلمه كلت منه؟ بيقول له لا، المعلمه ما بتتعشاش بتاتا. وجليله بتنادي عليه حضر العشاء يا واد يا سنجه.
سيد درويش بعد ما تعشى نزل الشارع وهو بيموت، وقال لواحد قاعد على القهوة وديني عند أختي. فخده وداه عند أخته، وأخته بتقول له الحقنا شوف لنا مسعف، وبيجري الراجل. فسيد بيقول لها مش هيلحق، أنا أكلت عند جليلة. يظهر الأكل كان مسموم، كان نفسي أكون في استقبال الزعيم. وبيردد كلمات الأغنية اللي كان بيحضرها لاستقبال سعد زغلول، وبيموت سيد درويش. في بيت أم نجيب يوسف أخوه وجوليا قاعدين، ويوسف قاعد بيبكي. بيجي نجيب، فجوليا بتقول له البقية في حياتك يا نجيب، وهو مفكر إنها بتعزيك في الشيخ سيد درويش. بتقول له لا أنا مش بعزيك في سيد درويش يا نجيب، نينة تعيش.